الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اليوم رانا في ولاية حنشرة في إطار مواصلة حملتنا الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر المقبل. كان بالضبط في بلدية فغاي أمام النصف التذكاري المخلد للملكة الأمازيغية إيهيا، وهذا تأكيدا منا والتزامنا بالتصالح الأهداف ومع تاريخنا وبلا جزائر تقوية بكل مقوماتها وتكون على دراية بحضارتها وتاريخها العريق. أشكر ناس هذه البلدية الكرماء وناس حنشلة اليوم اللي يعانيوا بالكثير من التهويش، وحنا نلتزم من بلدية فغاي بأننا سوف نكون إلى جانبهم وسندا لهم للنهوض بهذه الولاية. احنا في مشروعنا الرئاسي رؤية، نريد أن نحسن من قدرتنا الشرائية ونريد أن نحسن من أوضاعنا المعيشية عبر إجراءات ثورية وإجراءات جريئة نقترحها ونلتزم بتجسيدها إن وصلنا إلى سدة الحكم. كذلك نفس الشيء في الجانب الاقتصادي، إذ نلتزم بالإعداد لرؤية استشرافية وتجسيد سياسات تنموية، أولا تكون على أساس التوازن الجهوي والتوازن في مجال التنمية بين مختلف مناطق الوطن وتوزيع خيارات هذا الوطن الغالي على الجزائريات والجزائريين بالعدل والمساواة.